لا في مية ولا في كهرباء ولا في حاجة. الوضع حزين. نستنى إلى الساعة 5 بستنى المية عشان أعبي لي جلن واحد. الوضع كئيب. قاعدين من الساعة 5 الصبح أو 4 الفجر بندور على شربة مية مش لاقيين. يعني هذه هي الحرب. الحرب عشان ما يعني يقطع كل من نموت. هذا يعني هذه شو مش أنا مش فاهم. يعني هي إبادة للأطفال ولا إبادة لمين ولا للنساء لمين يعني؟